طبيعي ان فده باين قوي ان هو تبرير لمستوى مش افضل حاجه بدا بيه كريستيانو رونالدو هذه المواجهه، لكن لسه هيبدا يتعود على اجواء الدوري السعودي اللي منها هنكلم نجم النقد الرياضي الاستاذ احمد الشمراني. استاذ احمد اهلا بيك، منور الدنيا ووحشنا. اهلا وسهلا، حياك الله يا هاني. والله انت اللي منور الدنيا، عجبني حديثك عن الارسنال. من له تاريخ يا هاني لابد ان صح يعود. صح 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 اما الارسنال تاريخ عريق يعني، وغياب كان مؤثر، وعودته حتكون بلا شك بمثابة فرح لكل عشاق كرة القدم، سواء مظبوط. الجدد او حتى يعني انا من عشاق كرة القدم ايام الزمن الجميل، ايام الارسنال الجميل. لكن اليوم ان شاء الله باذن الله انه يعود بطل، وهذا في صالح كره القدم بشكل عام وعشاقها. اما بالنسبه لما سالت عنه او ما تود ان تسال عنه، نعم فقبل ان اجيبك اعتبرني ودي ان سألت، احدد. لأنك أنت كده كده الميكروفون معاك فالإجابة معروفة من عندك، يلا. لا قبل ما قصدي قبل ما تطرح سؤالك، انا أي كان ودي اتكلم عن قمه امس، نتكلم عن انا قمة وانت أمس، وكثير. يلا بينا. نعم، امبارح انا الأهلي وانت كسب وكثير انا الزمالك 3-0 ووسع الفارق مع الزمالك إلى 8 نقاط وابتعد عن فيوتشر ب4 نقاط، كيف تابعت فوز الأهلي اللي تحقق في الشوط الثاني امبارح؟ كيف ردت عليك السؤال يا هاني؟ لا انت تعمل اللي انت عايزه يا استاذ احمد. لا شك طبعا، وهذا بالنسبة لديربي الأهلي والزمالك، هو الديربي العريق، هو اللي تربينا عليه، هو اللي بنيت عليه طبعا الديربيات العربية. عندما كنا نتحدث عن الديربي ذا قبلها بأسبوع، بأيام كثيرة، بشهر، كنا نبحث عن التوقيت واليوم اللي نستعد من خلاله لهذا الديربي. طبعا تغيرت الآن كرة القدم وتغير واصبحت الخيارات كثيرة على مستوى العالم، لكن يظل هذا الديربي خصوصيته، يظل أيضا، ولكن أنا حقيقة سيظل الديربي ديربي مصر العريق أو ديربي العرب العريق. بالنسبة لي ناقص حتى أشاهد ملعب استاد القاهرة فيه 100 مليون، عفوا 100 متفرج، 100 نعم، متفرج 100,000 من ال 100 متفرج. مليون، فبالتالي 100,000 متفرج من ال 100 مليون. نعم، فطبعا مباراة أمس كانت بالنسبة لي مباراة جميلة، عجبني الروح العالية اللي كان عليها الفريقين، عجبني أيضا الأداء الجيد حكم المباراة، عجبني كذلك أيضا فريق الأهلي. طبعا الأهلي أمس قدم مباراة رغم النقص اللي نزل، مباراة منقوص ونزل أمامه فريق الزمالك، ولا خيار أمام الزمالك حتى يصحح أخطاءه ويخرج من كبوته إلا أن يتجاوز الأهلي ويعطل الأهلي. لأن بالنسبة للزمالك في المباريات الماضية كان متراجع، كان خاسر، خرج من الكاس، خسر كذا بطولة، فيريرا أيضا ما كان أمامه أيضا أي حسابات أخرى إلا أن يراضي أو يصالح جمهور الزمالك. لكن نعم الأهلي حقيقة تفوق على كل الظروف وقدم مباراة كبيرة لا شك، لأن 3 أهداف بالنسبة للمباراة وبالنسبة للتاريخ حقيقة كبيرة بحق الفريقين، بحق الزمالك، لكن ما هي غريبة على مباريات الأهلي والزمالك. أيضا عجبني حضور كهربا، بعض النجوم يا هاني، وهذه نقطة مهمة يجب أن نتفهمها الكثر، بعض النجوم ترى يحضروا من خلال الأزمة، يعني مهما كانت عليه أزمة ومهما كان عليه مشاكل ومهما عليه تصريحات، فأعتقد أن حضوره أمس رغم أنه غايب كثير، أو حضوره في مباراتين رغم غيابه الكبير عن كرة القدم، يؤكد بأنه أراد أنه يثبت جدارته، يثبت أيضا أنه النجم الكبير، يثبت أيضا أنه مكسب للأهلي. فسجل هدفين، وهدف الأمس لا شك أنه له حسابات ثانية. نبارك للأهلي ونقول للزمالك هارد لك، ونتمنى أن نحافظ هذه القمة بما تستحق من قيمتها الفنية، ولا أن نخرجها عن إطارها ايوه الصحيح. صحيح صح. أن التعصب موجود في كرة القدم، والرياضة كما يقولوا دائما طبعا فيها نعم متعصبة، لكن في الأول والأخير يجب أن لا تخرج عن إطارها، وهذا اللي نعم حدث. عجبني أن كان هناك روح رياضية عالية. نعم روح جميلة. شفنا شيكابالا، شفنا علي معلول، شفنا محمد الشناوي قبل وخلال وبعد المباراة، شفنا إمام عاشور وهو بيطلع الكرة في بداية المباراة علشان إصابة لاعب من الأهلي. لا دي أجواء جميلة جدا بنشوفها بين اللاعبين، واعتدنا عليها حتى في الفترات الماضية، إن اللاعب يعرف مسؤوليته ويعرف إن الكرة تنافس، لكن ده لا يقلل أبدا من المحبة والأخوة اللي بين اللاعبين والمتنافسين. وهذا هو السائد ترى في كرة القدم، ترى البال كثير كثير من الناس ما يدرك انه
الخلافات الإعلامية اللي تحدث بيننا احنا حتى على مستوى الصعيد الإعلامي والانتماءات اللي نعم نحاول من خلالها أيضا كل أن يفرض رأيه، لكن على إطار الملعب لا يمكن أن تغير شيء، لأن اللاعبين علاقات بيلتقوا في المنتخب، بيلتقوا مظبوط في خارج أيضا المباريات، بيلتقوا أيضا في المناسبات علاقاتهم. شفت كهربا مع لاعبين الزمالك أمس، كانوا واحد منهم، إذا يبتسم مع هذا ويجي ويضحك مع هذا وجابته الصورة رغم ما قيل ويقال عن علاقته بالزمالك. فبالتالي اللي يعجبني في اللاعبين وخاصة الكبار منهم، ولاعبين الأهلي والزمالك كبار طبعا، كبار في تاريخهم، كبار في أدائهم، كبار أيضا بقيمتهم، يجدون مظبوط التعامل في مثل هذه الأحداث. صح. طيب من الأهلي المصري في مواجهة الزمالك إلى الأهلي السعودي أيضا فريقك، لكن في